السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. كيف ما تتشوفوا، جيت اليوم نشارك معكم هذا المعرض اللي كان دايرينو في مدينة أنتكيرا تابعة لإسبانيا بطبيعة الحال، في الأندلسية يعني تابعة لمالاغا. معرض ديال الآلات الفلاحية كيف ما تتشوفوا، فالناس اللي هما انتريسي ولا مهتمين بهذا الشيء هذا، فراه كل حاجه غادي يشوفوها غادي يقدروا انهم يعرفوها. بحال هذا دابا تراكتور لاصق فيه هذيك ديال الزيتون، كيجنيو بها الزيتون. فكاينين الات اللي هما كبارين تبارك الله بزاف، وشي حاجه اللي حديثه، صناعه حديثه بزاف، زوينه، يعني تيجيك داك الفضول كيفاش تشوفهم كيفاش دايرين، يعني ولو انك تكون ماشي مهتم بهذا الشيء هذا الفلاحة، ولكن كيجيك داك كيفاش دايرين، كيفاش الصنع ديالهم، كيفاش التقنيات، كيفاش. فتبارك الله ما شاء الله، يعني كاينين سبحان الله ايادي كتصنع اشياء اللي رائعة الصراحة. فقلت ندير معكم هذه الجولة كيف ما تتشوفوا. فهما دايرين معرض هذاك اللي كاين بعد الهيل لور الهير، غادي ندير لكم فيه فيديو واحد اخر ان شاء الله، وتشوفوا تبارك الله عندهم الماعز واعر، شي حاجه رائعه. المهم غادي نشوفوا في الفيديو الثاني، نقدر نحطه لكم غدا ان شاء الله، علاش لا. هذا فيه اكتفيت فيه فقط بالالات، لانه كانوا تبارك الله بزاف، وما قدرتش انني نصور كل شيء لان غادي يجي الفيديو طويل بزاف، فحاولت انني ناخذ من كل بلاصه شويه، تشوفوا منه شويه شويه، تاخذوا عليه فكره، علاش لا. اللي مهتم او اللي عنده حب الاستطلاع كيف ما درت معكم انا دابا، ضروري مشيت لعندهم صورتهم باش نشاركهم معكم، لانهم شي حاجه زوينه تبارك الله. شوفوا هاد التراكتور قداش تبارك الله، شوفوا يعني احنا واقفين حداه كنبانو صغيرين قدامه هو، شو تبارك الله، يعني واخا هزيت الكاميرا حتى الفوق ما شديتو شي كامل. المهم نتمنى لكم فرجة ممتعة، ونلتقي في فيديو قادم بحول الله. استودعكم في أمان الله وحفظه.